الى شحاتة كما انت رائع يا مايسترو. نجوم الفن الجميل حقيقه اتكلموا في حق الكابتن حسن شحاته، لكن انا استوقفني كلمه رحمه الله عليه الاستاذ فؤاد المهندس ان الكابتن حسن يعني يضرب به المثل في الخلق والطاعه. الكلام ده مؤثر جدا يا كابتن حسن، وكلمه استاذ فؤاد المهندس الحقيقه من شويه كابتن هادي بقول لك ان انا عشان ابقى لعيب ناجح او اي مجال، او مدرب ناجح او مهندس ناجح او طبيب ناجح، حتة الالتزام والانتظام، وهو يمكن الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه ذكرها، قال لك إنه ملتزم. شخصية ملتزمة. التزام وانتظام. هتلاقي نفسك بتفكر في الحاجة اللي أنت كويسة اللي هتفيد. إنك تكون ملتزم وتكون منتظم ويتقال عليك إنك ملتزم وإن أنت منتظم. لكن أنت مش ممكن تبقى قائد ولا تبقى مثال، ها؟ وأنت غير ملتزم وغير منتظم. طب هتبقى نموذج ازاي؟ وهتبقى مثال للشباب الصغير ازاي؟ او نموذج للشباب الصغير ازاي؟ فهي حته الالتزام والانتظام من شويه انا بقول لحضرتك، يعني وهي مش كل حاجه، لكن هي دي بدايه النجاح زي ما بيقولوا. يعني لو انت راجل ملتزم ومنتظم هتلاقي هي دي بدايه النجاح. طب حضرتك كان في نظام والتزام في فريق الزمالك مع مباراه يانج افريكا. وكان واضح ان فعلا ملتزمين ومركزين وحاسين ان هم يعني وحققوا طبعا التعادل، لكن انت شايف المباراه اللي في مصر هتبقى شكلها ازاي؟ المباراه في مصر برضه هو برضه لازم يكون الفرقه المنظمه كابتن هادي هي الفرقه اللي دايما بيبقى التوفيق من حليفها. الفرقه المنظمه، الفرقه اللي هو بياخد كلام المدرب او المدير الفني حتى لو هو من وجهه نظره هو ان هو غلط، لكن لازم يبقى المدير الفني هو كلمته اللي ماشي. فلما تبقى اللعيبه ملتزمه بشغل التدريبي او ملتزمه بالكلام بتاع النواحي الخططيه او ملتزمه بالكلام المدير الفني اللي بيقوله على الفرق الاخرى بجانب احترامهم للمنافس او الفريق الاخر، تهيألي ده دايما التوفيق بيبقى حليفه. لكن انت بتنزل كر وفر وكل واحد بيلعب على هواه وكل واحد يلعب على مزاجه. حضرتك عايزين نتبين، كان في الاعلام اتذكر ان في لاعبين ليهم مكافاه عمره وحاجه زي كده بعد المباراه يانج افريكا. هو كان في معانا واحد مسافر معانا وتابع شركه سياحه، وهو بعد الماتش عمل ما اعرفش عمره لخمسه او سته لاعبين. ما شاء الله. ان شاء الله. وبعدين هي اساسا هي العمره، يعني بغض النظر اذا كنت انت بتبقى دعوه او بتبقى من خلال فلوسك، يعني المهم انت المهم القبول من الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يتقبل يا رب ان شاء الله. كابتن، في لعيبه حضرتك يعني صاحب فضل ما شاء الله على لاعبين كسر، يعني الحمد لله. يعني شايفين ميدو الحمد لله وزنه قل كتير وواضح ان هو عنده عزيمه. حضرتك كنت بتتعامل مع ميدو ازاي في الفتره الاوانيه اللي كان لسه هو بعيد عن فورمته؟ بص يا كابتن هادي، لما يبقى عندك نجم والنجم ده في حاجه معينه بتخلي الجهاز يبقى شويه يعني قلقان ان هو يشركه، بتبقى نفسيا ومعنويا مش مظبوط. فاحنا في الاول اتعاملنا مع ميدو، لان ميدو طبعا اللي حصل ان هو لما جه يتأيد السنه اللي فاتت وكان في خطأ في التأييد وبتاع، فقعد فتره زمنيه كبيره يجي 6 شهور 7 شهور لغايه ما بدأ الموسم الثاني ما بيلعبش، وبالتالي وزنه زاد بشكل ملحوظ جدا 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 جدا. فده كان مسبب له هو، مش مسبب لنا احنا. مسبب له هو مشكله. المشكله اللي كان هو مسببها لنا ان ازاي انا اوصل لميدو، او ايه البرنامج اللي انا ممكن اعمله لميدو، سواء برنامج بدني او برنامج غذائي أو, او 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 اللي من خلاله ارجعه لوزنه الطبيعي. تمام. عارف حضرتك ازاي؟ فهو عشان عدم لعبه فكان تمرينه مش هو التمرين بتاع لعيب بيلعب ماتشات. اداء المباريات ممكن يختلف. بيختلف. فهو كتير. تمرينه طبعا عشان عارف ان هو وزنه زايد وبتاعه، بالرغم ان هو حاول كتير، واحنا عملنا له برنامج بدنيه. ما كنتش اقدر اعمل له برنامج ازاي؟ لان انا مش مراقبه ال 24 ساعه عشان اقدر
اشوفه هو ماشي على البرنامج، لكن هو كنجم اكيد لازم يمشي على برنامج، ولازم يبقى فيه تضحيه من جانبه عشان يقدر طبعا يوصل. طبعا تضحيه من جانبنا، احنا كنا التضحيه اللي من جانبنا ان احنا كنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوقفه على رجليه، بقدر الامكان نقول له انت نجم ولازم تبقى موجود نجم، ويوم ما تلعب لازم تبقى نجم النجوم مع زملاتك. فكنا بنلعبه ممكن ربع ساعة، ممكن تلت ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن ما كناش بنلعبه أساس، يبقى ده دافع ان هو ينتظم طبعًا. في البرنامج الغذائي وبرنامج هو تقريب. لما جه الفترة الزمنية واستأذن وقال لي يا كابتن انا عاوز اعمل كذا كذا وبستأذنك لمدة 4 أسابيع، كان عايز يعمل ايه بقى حضرتك؟ ان هو هيسافر عند الراجل المدرب بتاعه بتاع البدني وان هو ده اللي دايما كان معاه موجود على طول لما كان هو في انجلترا محترف وبتاع وهو اللي كان بيتعامل معاه او بيشتغل معاه في النواحي البدنية. فهو انا قلت له انا ما عنديش مانع، والكلام ده انا هيبقى مع مجلس الاداره ان انا اعطيتك اذن ب4 الأسابيع دول اللي من خلالها هتروح، بس انت لازم وانت راجع هتشوف انت النهارده وزنك كام وانت المفروض تخس كام عشان ترجع لوزنك الطبيعي. فحتى انا كنت متفق معاه قلت له بالكتير يعني 7-8 كيلو لو نزلتهم يبقى انت هترجع لوزنك الطبيعي. هو راجع نازل 11 كيلو 11 كيلو ما تشوف ميدو دلوقتي تشوفه لا واضح عليه حاجه ثانيه خالص. وحضرتك انتوا بتوزنوا اللعيبه يوميا مش كده؟ امال طبعا يوميا طبعا. طب حضرتك يعني هو مش تحت ايدي يعني انا بوزنه يوميا لما اكون في معسكر قاعد في المعسكر ده 3 أيام 4 أيام او يومين. ليه؟ لان هو انا لازم اوزنه قبل ما يفطر ونومه طبعا قبل ما ينزل بيفطر فبنزله ساعه الفطار قبل ما يفطر بوزنه. لكن لما يبقى هو جاي لي من البيت فطران وبتاع طب انا هوزنه ساعه التمرين ازاي؟ طب يا كابتن في احتواء ازمه عمرو زكي واحتواء ازمه حازم امام كان يعني دور كان مهم للجهاز الفني في الاحتواء المشاكل دي. الدور بتاعنا كان الاحتواء مش بنفس المعنى اللي الناس فاكراه. يعني ايه؟ يعني انا مش محتويهم واخد بال حضرتك ازاي وانا ضد جمهور او ضد مجلس الاداره، يعني مش عايز تعصيهم على النادي، يعني مش عاوز اعصيهم على النادي ولا يتمردوا على النادي. وفي نفس الوقت لازم زي ما يقولوا ايه سوري في الكلمه يعني هي ممكن ياخدوها كلمه صعبه، لا كنت لازم زي ما يقولوا ايه اقدبهم شويه. يعني ايه اقدبهم شويه؟ مش حته الادب ان هم مش متربيين، لا اقدبهم شويه ان انا اوصل بيهم ان انتم ما بتلعبوش اهو وزملاتكم بيلعبوا سواء كانوا بيكسبوا او بيخسروا، وانتوا كده كده موجودين في نادي الزمالك، وانتوا عاوزين تمشوا احنا ما بنقولش لا، هاتوا عرض وامشوا. وان احنا وصلناهم ان النادي مش هيقف على لاعب ولا على 2 لعيب، عمر ما كان في نادي كبير يبقى هو عنده لعيب واحد هو اللي ماشي الامور، لغايه ما هم اقتنعوا ان مستقبلهم هنا في الحته دي في المكانه دي، وبالتالي رجعوا كما كانوا وبيتمرنوا، والنهارده هم سوبر اذا كان حازم او عمرو زكي. لكن هي المشكله النهارده بقت جماهيريه لان هم حسوا ان دول الجمهور بيحبهم تخلوا عن ناديهم في وقت ناديهم محتاجه. فاحنا حاولنا ولعبنا على اللعبه المعنويه والنفسيه والحاجات دي كلها، ووصلنا بيهم ان انتوا يعني بصوا يعني هو ده مكانكم، هو ده بيتكم، هم لما هتخرجوا منه زي السمك بالظبط او من خرج من داره اتقل مقدار. وبالتالي الحمد لله عمرو زكي النهارده وحازم امام يعني المنظر او الصوره اللي ظهروا بيها في الماتش بتاع افريكان سبورت ده يعني كان صوره جيده وصوره مشرفه. كابتن حسن يمكن اخر حاجه في البرنامج انا عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاولاني بيخص المشهد الوطني في مصر، وكان مشاركه حضرتك في الانتخابات في الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه كان رؤية حضرتك فيها ايه، والمشهد الوطني والسياسي في مصر للنهوض بمصر؟ كان حضرتك شاركت في الانتخابات الشعب او الشورى؟ لا انا شاركت في انتخابات الشعب، ما شاركتش في انتخابات الشورى بالامانه، لان انا عمري ما شاركت في انتخابات، عمري ما شاركت في انتخابات. بس السنه دي كان لابد ان انا انزل وزوجتي تنزل واولادي ينزلوا. وقفت طوابير وقفنا في طابير، ويمكن احنا برضو الحتت اللي كنا فيها ما كانش فيها او المدرسه اللي كنا بندي فيها صوتنا ما كانش فيها الزحمه اللي هي اللي احنا شفناها اساسا في وسائل الاعلام. فكان لازم انزل انا ومراتي واولادي، ولازم كان لازم ننزل عشان ندي صوتنا ونقول راينا في المرحله الصعبه اللي احنا او البلاد بتمر بيها. الحمد لله حضرتك عندك قناعه بالبرلمان الحالي اللي موجود ان هو ان شاء الله يفيد البلد. احنا بنتمنى وعاوز اقول ان احنا لازم نبقى عايشين على امل ومتفائلين. عارف ازاي؟ بالرغم ان الامور اللي قدامنا ما زالت سوده،
لسه لسه الرؤيه بالنسبه لنا مدال السوداء، لكن احنا بنتمنى لمصر، نتمنى لمصر ونتمنى لمجلس الشعب ونتمنى للقوات المسلحه ونتمنى للامن ان هو يرجع. احنا عاوزين يا جماعه مصر ترجع كما كانت. المشكله كابتن هادي يعني مشكله، احنا عاوزين مصر ترجع كما كانت. كما كانت ايه؟ كما كانت اخلاق وسير وسلوك وطيبه وضيافه وكرم وحاجات كتيره جدا، صفات كتيره جدا 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 كان الشعب المصري الناس كلها بتوصفه بيها وكان بيحملها. لا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نتمنى ذلك يا رب، هيبارك في هذه البلد وهذا الوطن ان شاء الله. وحضرتك اخر بقى سؤال لحضرتك، حضرتك الجمهور يعني مشتاق ان هو يشوف حضرتك ان شاء الله في البرنامج الجديد بتاع حضرتك ان شاء الله، فقول لنا حضرتك كده البرنامج هيبقى شكله ايه، وحضرتك ايه الاهداف البرنامج، وان شاء الله حضرتك الاطلاله بتاعتك هتبقى عامله ازاي باذن الله. بص يا كابتن هادي، ان البرنامج على حسب ما اتفقت مع اداره القناه يعني ان برنامجي هيبقى منوع، يعني مش مثلا رياضه رياضه او فن فن او ناحيه اجتماعيه ناحيه اجتماعيه، لا هيشمل كله. وفي نفس الوقت هتكون في كل حلقة إن شاء الله كل حلقة لازم تبقى فيه حالة اجتماعية مشكلة تحل، الناس تتساعد، تحس بمشاكل الناس يعني يعني بنحاول بقدر الإمكان. هنبقى عايشين في الحدث اللي حصل في مصر حتى لو رياضي أو سياسي أو اجتماعي أو فن بس مع كل حلقة لازم يبقى فيه شكل اجتماعي، فيه مساعدة للآخرين، في يعني حاجات كتيره جدا جدا. ده اللي احنا اتفقت ان شاء الله. مش هيبقى برنامج رياضي اللي انت عارف قنوات كتيره وبرامج رياضيه كتيره فاللي انا هقوله يعني هيكون اتقال قبل كده، او انا مش هقول حاجه ما اتقالتش قبل كده، فعشان كده بقول ان هو مش رياضي، هيبقى واخد الشكل المنوع اللي فيها تتكلم في الرياضه، تتكلم في السياسه، تتكلم في الاجتماع، تتكلم ممكن في الدين كمان بناء على ضيوفك اللي ممكن يبقوا موجودين. هو كده ان شاء الله البرنامج ان شاء الله باذن الله برنامج ان شاء الله يكون موفق يا ومتميز رب باذن الله. الله زي ما عهدنا حضرتك كل مجال بتدخل فيه ربنا يخليك فيه يا رب. فان شاء الله تكون ان شاء الله يعني برنامج باذن الله جميعا موفقين ان شاء الله، نشوفوه على خير باذن الله. شكرا كابتن حسن، شكرا جزيلا على الوقت الجميل اللي انا قضيته معاكم استاذ المشاهدين، وارجو ان احنا نكون او هنكون ان شاء الله ضيوف كده خفاف عليهم إن شاء الله. كلك ذوق يا كابتن حسن. شكرا جدا. شكرا سادة المشاهدين، أشكركم وإن شاء الله نتواصل بإذن الله غدا مع حلقة جديدة من برنامج كرة على الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.